دشنت مصر مصنع مخصص لصنع مستنسخات فائقة الجودة للأثار الفرعونية المصرية القديمة من التماثيل الكبيرة التي تعد كنوزاً أثرية حتى يتسنى للسائحين والمواطنين شراؤها. المزيد عن هذا الأمر في هذا التقرير. بالحجم الطبيعي حيناً وصغيرة ومنمقة بحرص حيناً آخر، دشنت مصر مصنعاً مخصصاً لصنع مستنسخات فائقة الجودة للآثار الفرعونية والمصرية القديمة من التماثيل الكبيرة وحتى موجودات المقابر التي تعد كنوزاً أثرية حتى يتسنى للسائحين والمواطنين العاديين شراؤها. احنا الاول شركة مساهمة مصرية مسؤولة عن استنساخ النماذج الاثرية علشان يبقى المستنسخ الاثري مصنوع في مصر بايدي مصرية، ما يبقاش المستنسخ الاثري بتاعنا جاي لنا من برا. اكتر جوب احنا بنشتغل عليه دلوقتي ان احنا نعمل مستنسخ اثري للمجموعات الاثرية المشهورة الموجودة في مصر بكذا غرض. اول غرض علشان المعارض الدولية طبعا، تاني غرض للبيع وللاقتناء في البيوت، ثالث غرض انه يبقى غرض تعليمي. يضم مصنع كنوز الذي تبلغ مساحته 10,000 متر مربع اكثر من 150 فنانا ومرمما للاثار، وانتج حتى الان ما يربو على 6,400 نسخه مصنوعه من الحجر والخشب والسيراميك وحتى الذهب والفضه. احنا اول حاجه بننحت الموديل، بيكون الجزء الموديل ده في الموجود في المتحف المصري، بناخد صور ليه وريفرنس ليه كتير، وبنبتدي بعد كده ننحت الشغل واحد لواحد او حسب السكيل اللي احنا عاوزينه من الشغل دوت. اي قلادات كانت في الاصلي ذهب بنعملها هنا نحاس، وبتطعم حجره طبيعيه وبتطلي ذهب، يبقى زيها زي الاصلي بالظبط. احنا بنشتغل فيها بندهبها، بتجيلنا خام بوليستر، بعد كده بنحضرها جملكه وذهب، بنشطبها، بعد كده بتتورنش وبتدخل بعد كده قسم الالوان، بتتلون وبتشطب، ترجع لنا تاني نشطب عليها برضو، نديها طبقه ورنش نهائي بحيث ان هو يحافظ عليها بالظبط. اي نموذج بيبقى معاه معلومه ان ده مستنسخ طبق الاصل، وبيبقى عليه ختم وزاره الاثار وختم المصنع ان ده صوره نسخه طبق الاصل، والماده المصنوع منها والماده الاصليه اللي مصنوع منها اللي موجوده في المتحف. هذا التمثال الرائع هو مماثل لنسبة تقترب من 90% من القناع الأثري الفريد لتوت عنخ آمون، ويمكن الآن بفضل هذه الصناعة والمجهودات أن تقتنيه في منزلك حاله كحال آلاف القطع الفنية والأثرية الهامة. بعد أكثر من 7,000 عام بالتأكيد تطورت الإمكانات واستحدثت الخامات والأدوات، ولكن ظل الإبداع والتفرد علامة ميزت صنعة اليد المصرية عبر العصور المختلفة. ومثلما أبدع الأجداد وأبهر العالم أجمع، يسير الأبناء دائما على نهجهم لينشروا ثقافتهم وحضارتهم وفنهم لكل الدنيا. نرنا عادل، Extra News.